بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحل شيت 9. نتكلم شيت 9 عبارة عن مسائل عن الريجسترز وعن السينكرونس ايه كاونترز. الشيت هنحله على 2 فيديوز. البارت الاولاني هيبقى نحل فيه مسائل الريجسترز، والبارت التاني هنحل فيه ايه السينكرونس كاونتر. فالنهارده هنحل مسائل الريجستر حوالي 4 مسائل، والكاونترز عليه 5 مسائل. الأول تعالوا نعمل ريفيجن سريعة كده عن الريجستر. هي ايه الريجسترز؟ هي كل القصة. فاكرين الفليب فلوب؟ مثلا عندي دي فليب فلوب، قلنا فاكرين الفليب فلوب الواحد بيستور ايه؟ بيستور 1 بت. طب لو عاوز استور 4 بت مثلا اعمل ايه؟ فانا طبعا كنا فاكرين برضو كل ريجستر بيبقى ليه حاجة اسمها كلوك. فمثلا عندي ريجستر تاني كده، ادي دي وادي الكلوك بتاعته، وريجستر تاني وريجستر رابع. فكده بقى عندي ايه؟ عندي 4 ريجسترز، 4 ايه فليب فلوب، كل واحد بيسجل فيهم ايه 1 بت. طب لو عاوز الاربعه يشتغلوا مع بعض، كل اللي اعمله اخليهم كلهم الاربعه فليب فلوب يشتغلوا على كلوك واحده، فبقى كده عندي ايه ريجستر 4 بت. ده كده انبوت اي 0، هنخش له الانبوت الاولاني، البت التاني، ده البت التالت، ده البت الايه الرابع. فكده اقدر اعين في الاربعه فليب فلوب دولت، اقدر اعين فيهم 4 بت. فده ريجستر كده يعتبر ريجستر 4 بت، تمام. طب اقدر اخليه 8، 6 يبقى 16، 32 وهكذا. ومن الريجسترز دي اقدر اعمل بقى الرام، لو استخدمت معاها كاونتر عشان احدد استخدمت سوري معاها ديكودر، احدد اني ادرس او اني ريجستر اللي اتحط فيه الداتا. زي ما فاكرين لما قلنا الشيت اللي فات، اللي احنا من شابتر 5 وشابتر 6 بنحاول نعمل مقدمه لازاي نعمل ديزاين للرام. فهي الرام هي عباره عن شويه فليب فلوب فوق بعض، او شويه ريجسترز فوق بعض. لكن النهاردة احنا بنتكلم بس عن حاجة صغيرة خالص. الشابتر 5 خدنا يعني ايه فليب فلوب. النهاردة بالفليب فلوب بشوية فليب فلوب مع بعض نقدر نستور عدد كبير من البت، هنسميه ايه في وحدة في مكان، هنسميه ايه ريجستر، تمام. ده كده اسمه ايه ريجستر 4 بت. برضه اقدر اعمل بالريجستر ده اعمل حاجة اسمها شيفت ريجستر. شيفت ايه ريجستر برضو بالمناسبة تقدر تعمل هنا. طبعا ده كده ست، ده كده ست ريجستر. لو دخلت هنا بيت 1001 يبقى انا عندي هنا مثلا 1001. طب افرض عاوز اعمل ريسيت، اعمل ريسيت، ممكن تعمل فاريبل رابع هنا نسميه ار اسمه ريسيت. ده عبارة عن ايه؟ لما يكون بزيرو يخش على طول ايه. يبقى هنا لو عاوز احط 4 انبوت مختلفين، هنا لو عاوز اعمل كلير مثلا اخلي كل القيم اللي في كل القيم اللي في الريجسترز بكام؟ بزيروس، تمام. عندي برضو حاجه تانية اسمها شيفت ريجستر. يعني ايه شيفت ريجستر؟ يعني البت اقدر انقل البت من مكان للتاني، من فليب فلوب للتاني. فمثلا ادي دي فليب فلوب، وادي دي برضو، ودي ودي. وشرط عشان نقول عليه ريجسترز لازم كلهم يشتغلوا على ايه؟ على نفس الكلوك. طبعا ده الكلوك ايه بوزيتيف، ايه بوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايه ايدج، بس لازم كلهم يكونوا نفس النوع. مثلا سي كان هنا في 1 1، وهنا 0 وهنا 1، تمام. ده كان ستور في الكلام ده. فعاوز افرض دخل بقى في الريجستر ده 0، فعاوز احرك ال 1 ده يجي هنا، والون ده يجي هنا، والزيرو يجي ايه الزيرو يجي هنا. فاعملها ازاي؟ فده هنسميه هنا السيريال انبوت، وبالتالي الاوت اللي هيطلع من هنا يخش هنا، والاوت اللي من هنا يخش هنا، والاوت اللي هنا يخش ايه هنا. ده كده اسمه شيفت ايه شيفت ريجستر. طب الداتا ماشيه ازاي؟ ماشيه كده. يعني التغيير بيحصل ازاي؟ بيحصل كده. ده كده ايه ناحيه الرايت. لكن لو كان الداتا بقى الانبوت داخل لي من هنا والداتا بتتحرك كده، فده هنسميه ايه؟ هنسميه ليفت. فالديزاين اللي انا عامله ده كده اسمه رايت شيفت ريجستر، او شيفت رايت ريجستر، تمام.
في طبعا بس هو مش عليكم حاجة اسمها سينكرو سايكل شيفت ريجستر، اللي هي الداتا لما تخرج من هنا ده. طب هتروح فين؟ هنا كده معناها خلاص هتروح يعني هتضيع قيمتها، هتضيع. طب لو عاوز ارجع اخدها تاني ممكن اخدها ادخلها تبقى هنا تاني، وده يبقى اسمه ايه، سايكل شيفت ريجستر. بس هو مش عليكم، اللي عليكم بس رايت وليفت ايه ريجستر. يبقى نقول تاني كل ملخص بقى، الريجستر إيه؟ شوية فليب فلوب جنب بعض شغالين على كلوك واحدة، اقدر احط فيهم داتا عشان اعمل فيهم ايه ستور. بينما الشيفت ريجستر كل القصة بعمل ترانسفير للبت من فليب فلوب للايه، للفليب فلوب التاني. تعال نشوف اول سؤال كده معانا في الشيت، بيقول لي عندي ريجستر في الاربع قيم دي، وعاوز اعمل شيفت للقيم اللي في الريجستر دي 6 مرات باستخدام الانبوت ده. خلي بالك هنا قال لي السيريال ايه، السيريال انبوت. يعني هبتدي بمين؟ هبتدي يعني عندي الريجستر بتاعه في جواه 0 1 1 0، وهيخش له انبوت. هو بيقول لي ايه، ريجستر ليفت ولا رايت؟ قال لي اه رايت. رايت يعني الداتا ماشيه ازاي؟ هنا ادي رايت اهو وكده ليفت. لو قال لي رايت يعني الداتا هتخش من هنا وتتحرك باتجاه الايه، باتجاه الرايت. لكن لو كان قال لي ليفت كانت الداتا هتخش من هنا وتخش وتمشي في اتجاه الايه، ليفت. فاحنا شغالين ايه، شغالين رايت. طيب بيقول لي السيريال انبوت بتاعك 101100، يا ترى مين اللي هيخش الاول، ال1 ولا الزيرو؟ لو قال لي هنا طالما سيريال يبقى اللي هبتدي بيه هو الزيرو، لكن لو كان قال لي سيكونس انبوت كنت هبتدي بالايه، بال1. يبقى تاني لو قال لي سيريال يبقى ابتدي من هنا، لكن لو كان قال لي سيكونس هبتدي من ايه، من الشمال. يبقى تاني سيريال يبقى ابتدي بالزيرو ده، يبقى انا داخل لي زيرو هنا. لما يخش هنا يبقى الاوت اللي هيطلع ايه، تمام، هيبقى زيرو، هيحرك ده كده يبقى زيرو زيرو 1 ايه 1. الزيرو هيخش اهو، فدي حرك الزيرو ده جه هنا، والون ده جه هنا، والون ده جه مكان الايه، الزيرو. اللي بعدين مين هيخش زيرو تاني، خش هنا زيرو، هيبقى الاوت زيرو 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 وان. اللي بعديها هيخش كام، هيخش وان، يبقى وان زيرو زيرو زيرو. هيخش بعدي تاني ايه، وان تاني، يبقى وان وان زيرو زيرو. هيخش بعدي وان تالت، يبقى وان 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 زيرو. بعدين هيخش زيرو، يبقى زيرو وان وان وان. في الآخر هيخش ايه، وان، فيبقى وان زيرو وان وان، وده يبقى الفاينل ايه، الفاينل انبوت. وده يبقى ايه بقى، الفاينل أوت. تعال نشوف السؤال، بيقول لي ارسم ريجستر ويز 4. طبعا هو 6 7 وقبليه في سؤال 6 6، بس هحل 6 6 الأول، 6 7 الأول، وبعدين نخش على سؤال 6 6 عشان طول شوية. تعالوا نحل. فهنا بيقول لي ايه، تعالى نقرا بقى السؤال. بيقول لي ارسم دايجرام 4 بت 4 ريجستر. عندنا 4 دي فليب فلوب، يبقى 4 دي فليب فلوب. يبقى دي أول معلومة أطلع منها، إن أنا عندي 4 دي فليب فلوب وأربعة إيه، 4 في 1 ملتبلكس. يبقى عندي 4 دي فليب فلوب وأربعة 4 في 1 إيه ملتبلكسر. طبعا طالما 4 في 1 ملتبلكسر يبقى ليهم 2 سيلكشن، والريجستر بيشتغل according للتيبلز. ده الاوبريشن اللي بيعملها هنا، عندي 0 0 يعني لما يكون الانبوت 0 بيعمل ايه، نو تشينج. 1 0 يعني لما الانبوت يكون 2 بيعمل كومبلمنت للقيم. لما يكون الانبوت 1 1 او قيم السيلكشن للريجستر 1 0 1 بيعمل كلير، يعني بيحط 0. ولما يكون الانبوت عند اختيار رقم 3 يعني عند 1 1 بيعمل بارل لود للبارل داتا، يعني بيدخل قيم جديده للايه، للريجستر، انبوت جديد للايه، للريجستر. تعالوا بقى نرسم الفليب فلوب والدياجرام بتاعنا. زي ما اتفقنا عندنا 4 فليب فلوب، دي فليب فلوب، فنرسم هنا هذه الفليب فلوب الاولاني، وادي الفليب فلوب التاني، وادي الفليب فلوب التالت، وادي الفليب فلوب الايه الرابع.
ده هيبقى دي من الانبوت بتاع الفليب فلوب، الانبوت اللي داخل لي، وهنا هيطلع لي مثلا نسميه ايه، وايه داش دي بي داش سي سي داش، مثلا هنا اف اف ايه اف داش. وعندي 4 مالتيبلكسرز، ده 4 في 1 مالتيبلكسر، اختيار 0 أو نسميه 0 1 2 و3، ده المالتيبلكسر التاني. المالتيبلكسر التالت ده المالتيبلكسر الرابع. طبعا ده 4 في 1 مالتيبلكسر، 4 في 1 مالتيبلكسر، 4 في 1 مالتيبلكسر، يعني لي اوبوت واحد اللي هو اكيد هيكون انبوت لمين، للفليب فلوب. وعندي كام سيليكشن، عندي 2 سيليكشنز سماهم S0 S1، هيكونوا مشتركين على كل الانبوت. يبقى هنا S0 و S1، S0 و SE، او كنت ممكن تكتبهم جنبهم على طول اسهل. واتفقنا برضو ان كل فليب فلوب اللي عشان نقول عليهم ريجيسترز لازم يكونوا متوصلين بايه، تمام، بكلوك، بنفس الايه، بنفس الكلوك، كلهم داخلين على نفس الكلوك. نبدا بقى كده، خلاص رسمنا الرسمه الاساسيه، نبدا بقى نحدد كل اوبريشن اللي هتحصل عند كل انبوت ايه. لما يكون الانبوت 0 0 نوت تشينج، يعني ايه يا شباب نوت تشينج؟ يعني القيم اللي في نفس الريجستر اللي في نفس القيم في الفليب فلوب تفضل زي ما هي. يعني هنا كان ايه تفضل ايه، بي تفضل بي، سي تفضل سي. يبقى لما يخش لي، يبقى اختيار 0 المفروض يطلع لي مين عشان تفضل ايه، يبقى يطلع لي ايه، يبقى المفروض هنا داخل لي ايه، صح؟ بحيث لما يجي 0 0 يطلع هنا ايه، يروح داخل ايه فيفضل ايه، وهنا بي فيروح طالع هنا بي، وهنا سي عشان يطلع هنا سي، وهنا اف عشان يطلع هنا اف. ممكن تكتبها كده، يعني تكتب هنا ايه، هنا بي، وهنا سي، وهنا اف، عشان تحافظ على نفس الايه القيمة. او ممكن تعملها ازاي، تروح رسمها كده، تقول هنا مش هي ايه، يبقى الايه هتخش على اختيار رقم ايه، اختيار رقم 0، بي تخش على اختيار رقم 0، هنا سي تخش على اختيار رقم 0 برضو، وهنا الاف تخش على اختيار برضو رقم كام، 0. فلما يجيلي 0 0 هيروح طالع لي ايه، فتفضل زي ما هي بي سي دي او اف. طب لما يكون عند اختيار رقم 1، قال لما يكون 1 او عند 0 1 بيحصل ايه، كلير تو ريجستر تو 0، يعني كل القيم هنا تتصفر يحصل لها اصفار. يبقى هيخش هنا 0 وهنا 0 وهنا ايه 0 وهنا ايه برضو وهنا 0. عند اختيار رقم 2 قال لي بيحصل ايه، بيحصل كومبليمنت. كومبليمنت يعني هنا هنا المفروض يبقى داخل لي مين بقى، تمام صح، زي ما حد بيقول، بيقول ايه اي داش. يبقى هنا هيخش كومبليمنت، يعني كانت ايه، يبقى هنا اي داش، هنا يبقى بي داش، هنا سي داش، هنا اف اي داش. او ممكن اعملها تاني ازاي، اروح واخد السلكة من هنا واروح مدخلها على اختيار رقم كام، اختيار رقم 2، وهنا نفس القصة بي داش خدها دخلها على اختيار رقم 2، هنا سي داش، وهنا مين اف اي اف داش. اختيار رقم 3 بيقول لي اعمل ايه، بيقول لي اعمل لود لبارلل اي داتا، يعني في داتا انبوت جديد داخل لي. طالما انبوت جديد داخل لي هسميه مثلا انبوت رقم، هنا هيبقى انبوت اي 0، هنا اي 1، اي 2،
اي 3. يبقى لو جالي 0 0 يا شباب، ايه اللي هيشتغل؟ اختيار رقم 0 فهيطلع لي نفس الايه الانبوت هنا A B C F. طب لو كنت داخل لي 0 1 يعني اختيار رقم 1 فيطلع لي هنا 0 0 0 0، فايه هيصفر لي القيم اللي في الريجستر. طب لو كان داخل لي 1 0 يعني 2 هيطلع لي هنا A داش، هيطلع لي هنا B داش، هيعمل لي كومبليمنت، هيطلع لي هنا C داش، هيطلع لي هنا F A F داش. طب لو كان داخل لي قيم جديدة، داخل لي مثلا جالي 1 1 يعني السيليكشن قيمته 1 1، يبقى اختيار مين اللي هيشتغل؟ اختيار 3 3 بيقول لي ايه، بيدخل بقى قيم جديدة، فقيم جديدة فهيبقى ال i ده داخله مثلا هنا، لو كان داخله مثلا يعني الانبوت كان مدخل لي 0 هنا كان 1 مثلا، وهنا كان 1 وهنا كان 1 برضو، فيبقى الانبوت الجديد اللي هيتحط في الريجستر كام؟ 0 1 1 1، فيروح حاطط لي هنا في الريجستر كام؟ 0 1 1 1 وهكذا. يبقى السؤال ده كده ايه، خلص. يبقى عملنا فليب فلوب وشفنا كل اختيار ايه اللي بيطلع من الريجستر ووصلناه بمين؟ وصلناه بالفليب فلوب. شوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي اعمل ديزاين برضه 4 شيفت ريجستر ويز بارلل لود يوزنج دي فليب فلوب، وخلي بالك قال لي كام هنا 4 بت. طالما قال لي 4 بت يبقى كده هحتاج كام فليب فلوب؟ تمام 4 فليب فلوب. ويقول لي عندي 2 كنترول، واحد اسمه شيفت وواحد اسمه لود. بيقول لما الشيفت يكون بواحد الريجستر بيحصل لها شيفتد باي 1 بوزيشن، تتحرك حركة واحدة بس. ولما اللود يكون 1 في داتا جديدة بتخش، يعني بعمل لود للريجستر. بس امتى بعمل لود؟ لما يكون اللود بواحد والشيفت بايه بزيرو. لكن لو الشيفت والكنترول الاتنين بزيرو بعمل كلير، بيحصل لا مش بعمل كلير بقى، بيقول لي هنا الريجستر ما بيحصلوش نو تشينج. يبقى ممكن نلخص الكلام ده في تيبل كده صغير. الخصه ازاي او زي ما عملنا السؤال اللي قبليه، بس خلي بالكم هنا ما طلبش ايه، قال لي ما استخدمش مالتيبلكسر وما طلبش. فانت عندك حلين، يا اما تحلها باستخدام مالتيبلكسر او من غير ايه مالتيبلكسر. فتعالوا نلخصها كده في تيبل. هنا مثلا ادي الشيفت وهنا ده لود وهنا ده الاوتبوت بتاعنا. لو كان الشيفت بواحد واللود بزيرو يعمل ايه؟ يعمل شيفت. لكن هنا لو كان الشيفت بواحد ما قاليش هنا اللود قيمته كام، يبقى بغض النظر عن قيمة اللود ايه اللي هيحصل؟ هيحصل شيفت. طالما ايه يحصل ايه شيفت يجي مثلا بغض النظر عن قيمة اللود طالما الشيفت بواحد. لكن لو كان الشيفت بزيرو واللود بواحد هيحصل ايه؟ هيحصل لود. ولو كان الاتنين بزيرو وزيرو يبقى ايه نو change، no ايه no change. يبقى ده لو حبيت استخدم ريجستر مالتيبلكسر 4 في 1، يعني اختيار 0 اعمل no change، عندي اختيار 1 اعمل ايه load. طب ده يعتبر مين؟ يعتبر 1 0 وايه كمان 1 1، يعني عندي اختيار 2 و 3 اعمل ايه؟ اعمل shifting. فهيبقى بنفس طريقة حل السؤال اللي فات، اروح عامل 4 فليب فلوب اهم، طبعا نحلها بسرعة لانها نفس الفكرة كلهم شغالين على نفس الكلوك. ودي كأطار بوزيتيف، وهنا دي ده نسميه A داش، هنا B داش، C داش، D مثلا او F A داش. ويبقى عندي 4 ملتيبلكسر 0 1 2 3 4 في 1 ملتيبلكسر 4 في 1 ايه ملتيبلكسر، طبعا ليهم 2 سيليكشن.
يبقى هنا ده S1 SA0 S1 S0 S1 و SA S0. تعالوا بقى نشوف، قلنا اختيار 00 نو تشينج، يعني ايه نو تشينج؟ تمام، طبعا عملنا المسألة اللي فاتت ال A تبقى هي الانبوت هنا، طبعا طبعا الأول كله يعني نفس القصة، الأوت اللي طالع من المولتيبلكسر هو الإنبوت لمين؟ الفليب فلوب، وهنا البي تبقى الإنبوت هنا زيرو، وهنا السي، وهنا الإف داخل على مين؟ داخل على الزيرو. طيب عندي اختيار رقم واحد يعمل لود، يعني ايه لود؟ يعني يدخل داتا جديدة، مثلا عند واحد هيكون مثلا نسميها اي زيرو، هنا اي واحد، هنا اي اتنين، هنا اي تلاتة. طيب قول عندي اتنين وتلاتة يعمل ايه؟ يعمل شيفتنج. يعني ايه بقى شيفتنج؟ شفتوا زي اول سؤال، هيخش انبوت سيريال انبوت عند اتنين او تلاتة، فنقول عند اتنين أو تلاتة هيحصل إيه هنا؟ سيريال إنبوت، هيخش كده إنبوت عند الـ A، واللي هيطلع من الـ A يروح عند مين؟ يروح هنا. طب أقول له بقى يروح هنا دي إزاي؟ آدي اللي طالع من الـ A أهو، هيبقى هو اللي داخل في اتنين وتلاتة، اللي طالع من الـ B هو اللي داخل في الريجستر اللي بعده عند الاتنين أو عند الـ A عند التلاتة، واللي طالع من الـ C هو اللي داخل عند اختيار رقم تلاتة، يبقى هو input بتاع اتنين و input عند A تلاتة. فتعالوا نشوف اللي هيحصل. say مثلا، say اللي هنا كان في 1010 وقيم السليكشن كان 11، يعني ايه 11؟ يعني اختيار رقم تلاتة، يبقى تلاتة هي اللي هتشتغل. تمام، وكانت قيمة السيريال انبوت مثلا زيرو، فايه اللي هيحصل؟ تلاتة هيشتغل فيطلع هنا زيرو، فلما يطلع هنا زيرو ايه اللي هيحصل؟ هيتحط هنا ايه؟ زيرو. بس الوان ده هيروح فين بقى؟ الوان اللي كان هنا هيخش في اختيار رقم تلاتة هنا، فيبقى هنا يطلع وان، فهنا يتحط وان، والزيرو ده هيروح فين؟ هيبقى هيخش في اختيار رقم تلاتة فيطلع هنا، فهنا يبقى زيرو، والوان ده هيروح فين؟ هيبقى اختيار رقم تلاتة يطلع الاوتبوت هنا فيتحط بدل ده. فكده كأني عملت شيفتنج، فاللي طلع من هنا دخلته في اللي بعديه، واللي هنا دخلته في اللي بعديه، واللي هنا دخلته في اللي ايه؟ في اللي بعديه. نفس الكلام هيحصل لو حصل ايه؟ لو كان الانبوت اختيار رقم اتنين. دي طريقة الحل الايه؟ الأولى. تعال نشوف طريقة الحل التانية. هنا لو قال لي استخدم مالتيبلكسر، طب لو ما قاليش استخدم مالتيبلكسر، تعال نشوف هنحلها ازاي. طب لو حبيت احلها بقى من غير مالتيبلكسر، ممكن يطلب يقول لي يوزنج مالتيبلكسر، او يقول لي وزاوت مالتيبلكسر. فلو قال لي وزاوت مالتيبلكسر احلها ازاي بقى؟ طب نعمل بقى التيبل بتاعنا تاني زي ما اتفقنا، قلنا لو قال لي شيفت وهنا قال لي ايه؟ لود، وهيبقى معايا بقى كمان حاجة كمان، أقول يبقى معايا القيمة اللي في الفليب فلوب اللي هي قيمة الدي النكست ستيت بتاعتي هتبقى ايه؟ هنا لو شيفت، قلنا لو هيحصل شيفت امتى؟ لو كان الانبوت بوان بغض النظر عن اللود هيحصل ايه؟ شيفتنج للقيمة اللي فين؟ في الايه؟ في الريجستر. هيحصل هنا ايه؟ نقول هيحصل شيفتنج للقيمة دي، كان داخل وهنا هيخش له. هنا مين اللي هيخش بقى؟ هيخش السيريال انبوت، السيريال انبوت. طيب لو كان الانبوت الشيفت بزيرو واللود بواحد هيخش ايه؟ انبوت جديد، انبوت يعني هعمل لودنج. ولو كان الاتنين بزيرو وزيرو اعمل ايه؟ اعمل كلير. لا قال لي نوت تشينج، سوري قال لي نوت تشينج، يعني دي هتفضل زي ما هي نوت تشينج. فايه معادلة يبقى عندي الريجستر بتاعي بيعمل تلاتة اوبريشن، لإما shifting or
loading or no change. طب معادلة الشيفتنج ايه؟ ايه اللي بيكنترول الشيفت هنا؟ تعالوا نجيب المين تيرم بتاع الترم ده كأنه تيبل. فبيقول بعمل شيفتنج انف لو عندي قيمة الشيفت 1 يعني شيفت، لو سمينا ده مثلا اس وده سميناه ال، لو كان عندي الاس اند ال ساعتها ايه؟ طب اللود هنا ده ايه؟ دونت كير، فمش فارق معايا فمش هاخده معايا في المعادلة. وده السيريال انبوت، تعالوا نسميه ايه؟ هنسميه زي ما هو سيريال انبوت، فنسميه هنا ايه؟ لو عندي اس بوان اند سيريال ايه؟ السيريال انبوت، داخل معاه السيريال انبوت. اور معادلة اللودنج ايه؟ ان الشيفت يكون بزيرو يعني اس داش، واللود يكون بواحد يعني ال، وداخل معاهم مين؟ الانبوت اللي عاوز ادخله، وهنا داخل الانبوت. اور نوت شينج، نوت شينج امتى؟ هيكون داخل معايا الاس داش ال داش، ويكون معايا داخل معانا مين؟ الدي. فيبقى الدايره بتاعتي الكنترول بتاعها، انا كل ده عاوز اعمل ديزاين للكنترول. يعني انا عندي اهي، تعالوا نعمل ستيج واحده من وان ستيج منه. عندي الستيج الاولانيه ادي دي فليب فلوب، ادي واحد دي فليب فلوب اهو يعني، وهنا هيكون الانبوت بتاع سوري هنا دي، وهنا هيبقى مثلا ايه، وهنا ايه داش مثلا. ايه بقى اللي هيكنترول الكلام ده؟ زي ما كنا بنعمل ديزاين للمالتيبلكسر 3 في 1، بس في الحقيقه مفيش مالتيبلكسر 3 في 1. فهنعمل ايه؟ احنا قلنا عشان نعمل لود هيبقى عندي معادلة اللود ايه؟ ادي عشان اعمل شيفت، قصدي يبقى الشيفت بواحد اند، قلت يبقى هنا داخل شيفت اند، داخل معاه كمان مين؟ السيريال انبوت اللي هيعمل لي بيه شيفت، ادي السيريال انبوت. دي كده معادلة الشيفت، كده يعمل شيفت. طب لو عاوز اعمل لودنج، عشان اعمل لودنج هيكون داخل لي شيفت داش اللي هي شيفت داخلة على نوت، وداخل معاها اللود لازم يكون بواحد، يبقى هنا لود، وداخل معاها مين؟ الانبوت اللي عايز ادخله، طبعا ده في اول بت نسميه اي زيرو. طب لو عاوز اعمل نوت تشينج يبقى ايه؟ نوت تشينج يعني لازم الشيفت يبقى بزيرو، يعني شيفت داش واللود لود داش يعني اللود بزيرو، وكمان داخل لي مين؟ نفس القيمة اللي هنا اللي هي مين؟ اللي هي الإي. أنا بعمل واحدة من التلاتة دي، يبقى التلاتة دي أدخلهم، التلاتة أدخلهم على مين؟ أدخلهم على أور. فكده دي أول في الفيرست ستيج من الإيه؟ من الرسمة بتاعتي. طب الستيج اللي بعديها اللي هو بيقول أربعة فليب فلوب نفس الدايرة دي، يبقى تاني ادي اللي بعديها، بس تعالوا مثلا ده دي، ده يبقى بي بي داش. عاوز اعمل شيفت يبقى لازم هنا شيفت. هنا بقى مش هيبقى داخل لي سيريال انبوت، هيبقى داخل لي مين يا شباب؟ طب نسيب الحتة دي دلوقتي، وهنا عشان اعمل لود لازم اللود بواحد والشيفت بزيرو يعني الشيفت داش يعني داخل على نوت، وداخل الانبوت الجديد نسميه اي واحد. هنا كان البت الاولاني، ده البت التاني. عشان اعمل نوت تشينج لازم الشيفت يبقى بزيرو يعني شيفت داش، واعمل لود لازم تبقى لود بداش، وهنا يخش الانبوت الجديد نوت تشينج اللي هو مين؟ اللي هو يبقى اكيد بي عشان قيمته ما تتغيرش. والتلاتة داخلين على ايه؟ على اور. بس لسه في حته ما قلناهاش، مين اللي هيبقى داخل هنا؟ مش انا بعمل شيفت يعني المفروض اللي طالع من هنا يخش هنا؟ يعني المفروض الانبوت لما لو اخترت شيفت الايه اللي طالع من هنا تخش في مين؟ تخش في اللي بعده. فهقول اللي طالع من هنا من الايه اهو، الايه ده يخش فين؟ يخش في ده. نفس القصه لو حبيت اعمل الستيج اللي بعديها، ادي الدي فليب فلوب، ويبقى عندي ادي تلاتة اند كلهم داخلين على اور. طبعا هنا داخل شيفت، وهنا داخل الانبوت اللي جاي من اللي بعديه اللي هو يبقى مين؟ ادي بي هو اللي داخل هنا معاه.
وهنا يبقى لود بواحد، وهنا الشيفت داخل بزيرو، وهنا البت اللي بعديه مثلا يبقى اي 2، وهنا هيبقى هعمل لازم الشيفت بزيرو عشان نوت تشينج، ولود بزيرو، وده نوت تشينج، يبقى ده مثلا ده كان سي سي داش، يبقى ده هيخش في مين؟ في ده. فدي فكرة المسألة. تعالوا بقى نرسمها كده بشكل منظم، ايه عشان تبقى الدنيا ايه واضحة اكتر. فيبقى انا كده بقى عندي 4 دي فليب فلوب، ده نسميه مثلا هنا طبعا ده الايموت اللي داخل، دي 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 دي، ده نسميه مثلا ايه هنا بي سي اف مثلا، طبعا كلهم عشان نقول عليهم ريجستر لازم يكونوا كلهم ايه شغالين على نفس الكلوك. وهنا هيبقى عندي 2 كنترول، واحد اسمه شيفت، واحد اسمه ايه لود. نرسمه كده، وواحد تاني نطلعه فوق شوية. وهنا لود، ده بقى لما يكون داش، ونفس القصة مع اللود، وهنا لما يكون ايه كنتو بايه بالداش. تعالوا بقى نعمل بقى السيركت، قلنا هيعمل لود امتى؟ لما يكون هيبقى عندي 3 اند، وداخلين على ايه؟ داخلين على انه بيختار اوريشن واحده فيه، عشان كده دخلت الثلاثه على ايه؟ اللي هيطلع هو اللي هيخش على مين؟ على الدي. اول واحد داخل على مين؟ قلنا عشان نعمل شيفت، تعالوا نعملها بلون تاني، عاوز اعمل شيفت يبقى هناخد الشيفت لازم يكون بواحد، فيبقى داخل هنا، ويبقى داخل معاه كمان مين هنا؟ قلنا حاجة اسمها السيريال ايه؟ سيريال انبوت. وهنا هيبقى داخل هنا عشان اللود، لو عاوز اعمل لود لازم اللود يكون بواحد والشيفت بزيرو، وهيكون داخل معاه اللود الجديد مثلا نسميه اي زيرو. عشان نو تشينج لازم الشيفت يبقى بزيرو واللود يبقى بايه بزيرو، هيكون داخل معاه مين قيمة الايه القديم. الدائرة اللي بعديها نفس القصة، هيبقى عندي 3 اند، والتلاتة داخلين على اور، اول واحده الشيفت بواحد، وداخل معاه بقى الانبوت اللي جاي منين بقى؟ مش سيريال انبوت، قيمه الاي القديمه، الاي دي هتتشاف تخش مع مين، او اللي احنا لسه عاملينها هنا اهي تبقى داخله مين؟ داخله هنا. وهنا عشان اعمل لود، اللود لازم يكون بواحد، هيخش الانبوت الجديد نسميه اي واحد، واللود لازم يكون بواحد، والشيفت لازم يكون بكام؟ بزيرو. هنا عشان اعمل نوت تشينج، نوت تشينج لازم اللود يبقى بزيرو والشيفت يبقى بكام برضو بزيرو، وقيمة البي هي اللي هتبقى داخلة معايا فين
هنا. تعال نعمل اللي بعديها نفس القصة. سيركت هنا خلاص بقى على طول اللود بواحد، هيداخل الانبوت القديم، الانبوت اللي جاي من الدايرة اللي قبليها، وهنا هيبقى الشيفت لازم يكون بزيرو، واللود هو اللي بواحد، وهيبقى داخل اي اتنين. هنا نوت تشينج، يعني الاتنين اللود والشيفت لازم يكونوا بصفر، وقيمة السي داخلة ايه، داخلة معايا. اخر حاجة الخاصة بالدي ممكن نروح رسمناها تحت كده عشان تبقى ايه قصادهم، قصاد السيركت بتاعتها. هنا دي هنا يطلع اف برضه داخلها مين، نفس السيركت نفس الكنترول سيركت، تلاتة اند واحدة اور. الله يطلع منها يخش على مين، يخش على دي. طبعا هنا الكلوك، هنا قلنا لازم اللود بواحد، ويبقى السيريال ايمو داخل منين، ايوه السي القديم، السي اللي جاي من الدايرة اللي قبليها عشان عملنا شيفت. هنا عشان اعمل لود لازم اللود يكون بواحد، والشيفت يكون بكام، بزيرو، وداخل معاه قيمة الايه، البت الرابع الايموت اللي عايز ادخله. هنا لو نوت تشينج لازم الشيفت بصفر صفر، واللود برضو بكام، بصفر. وعشان اعمل نوت تشينج يبقى قيمة الاف اللي موجودة تخش فين، تخش معايا. ويبقى ده شكل الايه، شكل السيركت النهائي. طبعا شفت كان بالمالتيبلكسر، كان الدنيا ايه في المالتيبلكسر، كانت الدنيا اسهل بايه بكتير. بدل ما اقعد بقى ادور على الكنترول ومش عارف ايه، كنت بعمل ايه على طول، برسم مالتيبلكسر واشوف الانبوت اللي هيخش في كل ايه، في كل واحد. وبعد كده المسألة دي. سؤال 16 بيقول لي design a serial to complement with a shift register and flip flop. The final number shifted out from one side and its two's complement shifted into the other side of the shift A register. بيقول لي ايه السؤال؟ بيقول لي عاوز يعمل two's complement باستخدام register وفليب A flop. فاكرين two's complement كنا بنعمله ازاي؟ كان ليه طريقتين، اللي هو اقلب كل ال ones zeros وال zero ones وبعدين ازود واحد. وكان في طريقة تانية قلنا كنا بنحلها باي انتويشن، اللي هو لو عندي مثلا 0 1 1 0 1 بفضل ماشي، ومع اول واحد اشوفه اقلب اللي بعديه، يعني 0 1 وبعد ال 1 ده ايه اللي يحصل، يقلب اقلب او اعمل كومبلمنت للي بعديه. فده توز ايه كوم. طب ازاي بقى الطريقه اللي احنا قلناها دي، ازاي بعد اول واحد اشوفه اقلب اللي بعديه؟ ده السؤال بتاعنا. عاوزين نعمل سيركت تعمل الكلام ده، بعد اول 1 اشوفه اعمل كومبلمنت للي ايه، للي بعديه. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا الفكرة بتاعته ايه، طول ما انا هفضل همشي بت بت، يعني سيريال انبوت افضل ماشي عليه، واول ما الاقي 1 اعمل له ستور، وافضل عامل ستور طالما عاوز اعمل بقى. فانا هستخدم فليب فلوب، ايه لازمته؟ اللي هو هيسيف الانفورميشن اللي انا بقولها دي، اللي انا لو لقيت اول ما الاقي 1 هيفضل معايا 1 واعمل كومبلمنت للي بعديه. يبقى لازمه الفليب فلوب، فليب فلوب ايه، يستور يستور، يقول لي اللي انا لقيت 1 بت، لقيت ال 1، لقيت ال 1 في الايه، في الانبوت بتاعي. طيب دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه فاكرين الاكس اور، كان مثلا عندي اكس واي وده اكس اورينج واي، كان هنا 0 0 0 1 1 0 1 1، لو الاثنين عكس بعض بيدينا 0، لو الاثنين زي بعض بيدينا 0، لو عكس بعض بيدينا ايه 1. اللي يهمني بقى هنا حاجه تانية خالص، يهمنا ايه، نلاحظ هنا كانت الاكس ب 0 وهنا ب 1، لما كان الواي 0 وهنا 0 ايه اللي حصل في الاكس؟ الاكس خرجت 0 زي ما هي و1 زي ما هي. يعني اقدر اقول ايه، ان اكس اورنج 0 بيساوي ايه، بيساوي اكس. لكن لما كانت الاكس ب 0 والواي ب 1 طلعت بايه،
طلعت 1، ولما كانت 1 ودخل معاها 1 طلعت بإيه؟ بزيرو. إيه اللي حصل؟ الإكس لما دخلت مع الوان طلع إيه؟ زيرو. لما كان الزيرو بزيرو، لما كان الإكس بزيرو والواي بوان، اللي حصل طلع إيه؟ الإكس طلع بكام؟ بوان. فأقدر أقول إن إكس إكس أورينج 1 يدينا مين؟ إكس داش. لو فاكرينها في الفول إيه؟ في الفول أدر سبتراكتور، فول باينري إيه؟ فول باينري أدر سبتراكتور، اللي هي كانت شابتر 3 أو شابتر 2 أو 4 مش متذكر. بس هي الفكرة اللي عاوز أوصلها إيه؟ إن إكس وإكس أورينج 0 بإكس، وإكس إكس أورينج 1 بإيه؟ بإكس إيه؟ كومبلمنت. فدي المعلومة التانية اللي عاوزين إيه؟ نعرف. يبقى المعلومة الأولى إن لازمة الفليب فلوب هو بيستور حتة الملاحظة اللي أنا لاحظت إن في واحد ظهر، فعاوز أستور إن أنا لقيت واحد وكل الوانز بعد كده ما يهمنيش بقى ظهر لي واحد تاني ولا لأ. هو عاوز يستور أنا لقيت أول وانز ولا لأ. طب دي ممكن أعملها إزاي؟ الدي فليب فلوب أهو، يعني فكرة اللي هو لما لقى وان ويفضل مسيفه. مثلا الدي فليب فلوب كان فيه زيرو وده الدي ودخله انبوت هنا، فانا عاوز استور طالما دخل لي زيرو هو زيرو، دخل لي اول وان بقى يخش له، عاوز اقول له انا لقى وان. فاعملها ازاي؟ الاوتبوت اللي هيطلع من هنا ده مثلا كان الانبوت اهو، ادخلهم الاتنين على ايه؟ على اور، وارجع ادخله تاني كايه؟ كانبوت. فلو الانبوت اول مره بزيرو وهنا زيرو زيرو، فهيفضل ايه؟ زيرو. دخل لي الانبوت بوان وان، فهيطلع ايه؟ هيطلع وان. ده كان الانبوت بوان، وان اورنج زيرو كام؟ بوان. طب افرض بقى الانبوت اللي بعدي بقى يعني ادي زي، يبقى دخل لي زيرو وادي وان، دخل لي زيرو بعديه زيرو، والاوتبوت زيرو، ادي الانبوت زيرو وهنا كيوب كام؟ بواحد. واحد اورنج زيرو كام؟ تمام بوان، فيفضل وان برضو جوه. دخل لي زيرو تاني، زيرو اورنج 1 ب1، دخل لي 1 1 اورنج 1 ب1، دخل لي زيرو تاني، زيرو زيرو اورنج 1 بكام؟ برضو ب1. فالاور دي اللي انا حطيتها مع الانبوت، في حال لو دخل لي اول 1 دخل معاها هيفضل دايما قيمة الدي بكام؟ ب1. يبقى دي هتفضل على طول، هتفضل ب1 افتر ايه؟ فيرست ايه؟ فيرست ايه؟ once. مع اول one هيخش الدي هتفضل طول على طول بايه؟ بوان، بحته الاور اللي انا زودتها مع الايه؟ داخله مع الايه؟ مع الانبوت. فدي المعلومه الثالثه برضو اللي احنا عاوزين ايه؟ نعرف. يبقى تاني، يبقى اكس اورنج 0 باكس، اكس اورنج 1 باكس كومبلمنت، عشان افضل تفضل قيمه الاستور ان ظهر لي 1، افضل مسيف سيف المعلومه دي ان في 1 ظهر في الانبوت. بعملها ازاي؟ طبعا الدي على طول القيمه الديفولت بتاعته بزيرو، لا هم عملوا ريسيت. اول بقى ما يظهر لي 1، مهما بقى اول ما يظهر لي 1 هيفضل قيمه الدي بايه؟ بواحد، مهما كان اي انبوت تاني ايه دخل بعدي، عن طريق ايه؟ ان انا ازود اورنج يخش مع الايه؟ مع البريفيوس ستيت. يبقى تعالوا نقرا بقى السؤال تاني. بيقول لي اعمل توس كومبلمنت يوزنج شيفت ريجستر، الريجستر اللي هيكون فيه الانبوت وهيطلع لي بت بت، وعندي فليب فلوب. يبقى قلنا لازمه الفليب فلوب هنستور فيه اول ما يظهر فليب فلوب قيمته الاصليه زيرو، اول ما يظهر 1 هتفضل قيمته على طول ب 1، فكده هعرف معلومه، فهيسيب لي معلومه ان في 1 ظهر في الانبوت. بعد كده اي طالما ظهر لي 1 يبقى اي انبوت بعد ال 1 اعمل له ايه؟ اعمل له كومبلمنت. تعالوا بقى نعمل ديزاين للسيركت بتاعتنا. ادي الشيفت ريجستر بتاعي، هيكون في الانبوت الشيفت ريجستر. وخلي بالكم في معلومة كمان قالها لي، بيقول لي ان الاوتبوت بيرجع يتسيف تاني فين؟ يعني الانبوت بيخرج من هنا، ده الانبوت هيخرج من هنا، الريزلت النهائيه ترجع تسيف في نفس الريجستر. يعني بعد ما احسب التوس كومبلمنت ترجع اسيفها هنا. فادي ادي عندي الاكس، ده الاوتبوت بتاعي. سي مثلا كان هنا، كان الانبوت هنا صفر مثلا 1
1 0 مثلا. ده كانت القيم الموجودة في الريجستر، القيم الأصلية. فادي وادي عندي هتخش على، قلنا عشان نسيف وادي الفليب فلوب، يدي القيمة الأصلية اللي فيه بكام؟ بزيرو. يعني هو الريجستر قيمته كام؟ طبعا ده كيو سوري، يبقى هنا الدي ده الانبوت اللي داخله. قلنا عشان نستور اللي هو اول ما يظهر لي 1 يفضل قيمته ب1، نعملها ازاي؟ ادي القيمة اللي داخلة وادي قيمة الانبوت اللي اسمه اكس، الاتنين ادخلهم على ايه؟ ادخلهم على اور، فدي تبقى القيمة اللي داخلة لمين؟ للدي. قلنا ليه عملنا الحركة دي؟ عشان أول ما يلاقي 1 تفضل قيمة الدي على طول بإيه؟ ب1. طالما دي قيمة الدي ب1 أعرف إن كده إيه، أول واحد ظهر يبقى لازم أعمل كومبليمنت. طيب كده تمام، أدي هيخش لي 0 وهيطلع لي هنا 0. الأول بقى اللي هيطلع من هنا طالما الأوتبوت اللي هيطلع من هنا مع الانبوت الاثنين ادخلهم على اكس اور. اشمعنى اكس اور؟ فاكرين احنا قلنا لو اكس اللي هو دي اكس اورنج 0 هتفضل قيمتها بكام؟ باكس. فطالما قيمه الدي ب0 يعني ما ظهرش واحد، فالاكس مش هيحصل لها كومبليمنت، يعني هتفضل ايه زي ما هي، الزيرو هيفضل زي ما هو. لكن لو اول ما يكون قيمه الدي ب1 هيحصل ايه للاكس؟ هيحصل لها اكس ايه داش. يبقى كده معناها، فكده معناها ان في واحد ظهر في الانبوت، فلازم اعمل بقى ايه؟ اعمل كومبليمنت. فدي اكس اور، والاوت اللي هيطلع من هنا يخش فين؟ في الانبوت هنا، عشان اعمل له ايه؟ اعمل له ستور. فتعالوا نعمل تريس كده، ادي اول انبوت داخل ادي بزيرو، تمام؟ ادي اول انبوت داخل هنا بكام؟ بزيرو، والبريفيوس ستيت هنا بكام؟ بزيرو. زيرو اورنج زيرو بكام؟ بزيرو، فيخش هنا يبقى هنا زيرو، والاكس بزيرو، فيبقى ايه؟ هيفضل هنا ايه؟ زيرو. فده هيتشفت، هتبقى قيمة طبعا ده بيتشفت بيحصل شيفت، فده هيبقى صفر صفر وان وان. تعالى بقى نشوف الانبوت اللي داخل بعديه، الانبوت اللي داخل بعديه هيبقى كام؟ هيبقى 1، فيبقى الاكس هنا بواحد، يعني هنا داخل واحد، تمام؟ وهنا طبعا هنا واحد، والكيو هنا بكام يا شباب؟ الكيو بزيرو، فيبقى برضه الكيو هنا داخلة بزيرو، يبقى واحد اورنج زيرو بكام؟ بواحد، واحد اكس اورنج زيرو بكام؟ بواحد، بعدين هيخش هنا واحد الزيرو يبقى بكام؟ بواحد. هنا بقى عندي كام؟ دي اتحط فيها ايه؟ اتحط فيها واحد. بس خلي بالكو خلاص دي اتحسبت، خلاص ده اتحسب خلاص بقى وانز، فالوانز هيخش هنا هيبقى وان زيرو زيرو وان. فخلي بالكو الوان اكس اورنج زيرو ده مع الزيرو قيمة القيو القديمة لو قبل ما يتحسب القيمة الايه الجديدة. المفروض بقى الانبوت اللي داخل بعديه يبقى مين؟ هيبقى 1، يبقى داخل هنا 1، يبقى الاكس هتفضل زي ما هي ب1، وهنا 1. الكيو بقى القديمة كانت بكام؟ كانت ب1، يعني داخل هنا 1 وهنا كام؟ 1. 1 اكس اورنج 1 بكام؟ بزيرو، فيبقى داخل هنا 0، هيعمل لده شيفتنج، فده هيبقى كام؟ صفر واحد زيرو زيرو. يخش بقى خلي بالكوا عملنا كام لفة كده؟ عملنا ادي واحد اللي هو بتاع الزيرو، فكده ادي واحد عملنا الزيرو، وبعدين عملنا الواحد اللي بعديه، وبعدين عملنا الواحد. دلوقتي فاضل الزيرو الأخير، الزيرو هيخش أورينج مع الواحد، فواحد اورنج زيرو بكام؟ بواحد، فيطلع كام؟ 1 0 1 0، وده الناتج النهائي. عرفت منين الناتج النهائي بقى؟
خلي بالكو ده كان بت 4 بت، يبقى انا محتاج حاجة تقول لي انت بتعمل شيفتنج بس 4 مرات. فشايفين ده كده، ففي الشيفت ريجستر بنحط حاجة اسمها شيفت كنترول. شيفت كنترول طبعا هي دايرة، دي مش علينا دلوقتي. هي كل قصة عبارة زي كاونتر، هيعد كام مرة؟ 4 مرات. أول ما يعد 4 مرات يبقى هو كده عمل شيفت كام مرة؟ 4 مرات. والشيفت كنترول ده بيبقى متوصل بالإيه؟ بالكلوك بتاعتي. يبقى إيه؟ تعالوا نتأكد إن هي دي الريزلت بتاعتنا. ده المفروض 0110، أدي 01 يبقى 01، يبقى ده فعلا التوز إيه؟ كومبلمنت، الاتنين بيساوي بعض. يبقى تاني يا شباب، يبقى الفكرة كلها عملنا إيه؟ عملنا لازمة الفليب فلوب هنا، بس بيبقى هو قيمته في الأول قيمته على طول زيرو طالما ما ظهر ليش وانز. أول ما يظهر لي وان هيفضل على طول قيمته بواحد. أخلي قيمته بواحد إزاي؟ لأن أنا أدخل البريفيس ستيت أورينج مع الإيه؟ مع الإنبوت. فالبريفيس ستيت كانت هنا وان، ولو دخل لي زيرو دخل لي وان هيفضل طول عمره طوله على طول بكام؟ بوان. ليش معنى بوان؟ لأن لو يخش لي زيرو بيطلع لي زيرو، يخش لي وان بيطلع لي وان. طب هنا داخل لي زيرو وعاوز هفضل برضه قيمته ب1، اعمل ايه؟ لو القيمه القديمه بتاعته ب1 ادخله اورنج مع زيرو، هيدينا كام؟ هيدينا واحد. وايه لازمه الاكس اور؟ لازمه الاكس اور بتعمل لي كومبليمنت. طالما الانبوت طالما كانت قيمه الدي فليب فلوب بزيرو فما يعمليش كومبليمنت. اول ما يلاقي بقى بعد اول وانز يشوفه يعمل لي ايه؟ كومبليمنت. وبكده يبقى الجزء الاولاني ايه؟ خلص.